imagina bien sûr l'événement, le showcase de Rita Hamamsi qui est une amie et elle كانت تشجعها parce que تبارك الله عليها c'est واحد الانسانه اللي عندها موهبه وتبارك الله عليها فنانه c'est un artiste et c'est une très très jolie et adorable personne voilà. ما كرهتش لا فيريتي ما كرهتش ولكن الغناء هي اللي ما عربيه هذه الموهبه هي اللي ما عطاهاليش دونك جو فو ديكونسي تسمعوني كنغني شي نهار الا كنت كنغني فشي بلاصه مي بالعكس سي سي مانيفيك الغناء وان شاء الله بزالي فوغ سا بزالي فوغ لو كليب ديال ريتا ان شاء الله سو سوار بزالي اتر فريمون ايمو حيت سي في افيك بوكو دامور تبارك الله بزالي فوغ سا وغيتا هي على باز قبل ما تكون مغنية راها كانت مانكان وبارمي لي ميور مانكان ديالنا ديال المغرب دونك تبارك الله عليها بيان ايفيدامون دائما كتعامل مع دو غران كرياتور على ليشيل انترناسيونال دونك فورسيمون غادي يكون لو ستيل فيستيمونتيغ ديالها انيق وهي انيقه تبارك الله عليها باغ كونتخ بغيت نقول لكم اليوم جو سي با واش لاحظتيو بان لو تيم ديالها النهار هو ميليتير دونك كيف ما شتيو توت ليكيب لابسه ميليتير ودايره واحد لي بوني واحد لي شابو تخي سامبا Donc moi je trouve que c'est un thème très sympa, l'héritage gratuit et vous allez voir la surprise inchallah le showcase tout à l'heure.